سوف يكون هناك شيء قادم من نوع ما، لست أعلم إذا كان ذلك سيكون ضربة على إيران. أعتقد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى السير على خط رفيع جدا هنا، من ناحية هي تريد أن ترسل إشارة إلى إيران بأن هذه الأفعال غير مقبولة من جانب إيران وأن إيران ستدفع الثمن مقابلها، ولكن من ناحية أخرى لا تريد الولايات المتحدة أن تستفز هجوما إيرانيا أو عداء إيرانيا مما قد يقوض المحاولات أو المفاوضات النووية في فيينا أو حتى المخاطرة بحصول نزاع أوسع. فهذا هو التوازن الذي تتبعه إدارة بايدن وأيضا وزير الخارجية الأمريكي. ليس واضحا لي أن ذلك قد يتحقق من الجانبين، أنك يمكن أن تستخدم لغة الردع مع إيران وفي نفس الوقت يمكنك أن تتفاعل مع إيران بشكل منتج. لا أتخيل بأن ذلك ممكن. طيب، هل تعتقد أن إيران الآن أصبحت في موقف صعب للغاية، خاصة أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بعد عرض كل هذه التفاصيل الدقيقة من التحليلات الكيميائية والتحليلات التفصيلية الدقيقة؟ هل الموقف الإيراني صعب برأيك؟ ليس حقيقة. الجميع يعرف بأن إيران هي دولة إرهابية، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى بها بصمات إيران بوضوح على الأعمال التخريبية الدولية والأعمال الإرهابية الدولية وقتل الأبرياء. اليوم الأوروبيون يحاولون اتهام بعض الدبلوماسيين الإيرانيين بقتل آلاف المدنيين الأبرياء في إيران. ليس هذا جديدا على إيران، هذا ليس إلا تطورا حديثا في سلسلة طويلة من الأفعال المشابهة من طرف إيران. والسؤال مجددا، والذي نعود إليه مجددا، هو سؤال ليس له إجابة، ولكن السؤال ما الذي سوف يفعله المجتمع الدولي حيال هذا الأمر؟ وأنت تحدثت أيضا عن مجلس الأمن. مجلس الأمن لا يستطيع أن يفعل أي شيء حقيقة، لأن أي إجراء قاس في حق إيران سوف تصوت روسيا بحق الفيتو عليه. فلا أعتقد بأن مجلس الأمن يمكنه أن يتخذ إجراءات قاسية ضد إيران، ولهذا فإن بيان الجي 7 قبل عدة أيام، والذي أطلقته الدول السبعة الأقوى في العالم، ألقى باللوم على إيران في هذا الهجوم وحمل إيران مسؤولية هذا الهجوم، وقالوا بأن إيران يجب أن تتحمل المسؤولية.